السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كيدليس مطبخ رقية. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا المسمن بالقرعة الحمراء. عندنا 100 غرام ديال القرعة الحمراء، من بعد ما قشرناها وغسلناها غادي نقطعوها بطريقة عشوائية وغادي نديروها في الكسكاس وغادي نخليوها تفور، ممكن كذلك تسلقوها الى بغيتيو. اون فوا كتفور عندنا هاد القرعة كنزلوها في الميكسور او لا في الطحان الكهربائي، غادي نضيفوا لها القليل من الماء اللي حنا طيبنا فيه هاد القرعه ولا فورنا فيه هاد القرعه، وغادي نطحنوا هاد العنصرين مع بعضياتهم وغادي نخلي الخليط على جنب. وغادي ناخد لغبو وغادا ننزل فيه 400 غرام ديال الدقيق الابيض او لا الفرص، 100 غرام ديال الدقيق الفينو، معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات، معلقة صغيرة ديال الملحة اللي كتبقى على حساب الأذواق، وغادي نخلطو هاد النواشف مع بعضهم. وغادي نزيدو الخليط ديال القرعة على هاد الشكل. غادي ناخدو الماء اللي حنا فورنا فيه هاد القرعة هو اللي غادي نعجنو به هاد المسمن. غدا ندير لغوبو او العجانة تخدم، ومرة مرة غدا نزيد الماء غير بشوية بشوية حتى كنحصل على العجينة اللي هي متماسكة على هاد الشكل. وتكون رطبة. غدا نزلها في واحد الريسيبيون وغادا نخليها ترتاح مدة 15 دقيقة ونعاودو نطلقاو. من بعد ما ارتاحت عندنا العجينة غادا نحاول ندير كويرات قياس واحد على هذا الشكل. حتى نكمل الكمية اللي عندي ديال العجين. وغدا نغطي عليهم بفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا مدة 5 دقائق. من بعد ما ارتاحوا عندنا هاد لي بول هادو غدا نبدا بالاولى، غدا نسطحها ولا نورقها على هاد الشكل بمساعدة الزبدة اللي ذوبتها وخلطتها مع الزيت النباتية. نورق مزيان مزيان هاد العجينة اللي عندي وغدا نرشها بالقليل من الزنجلان اللي كيبقى اختياري. وغدا نجمع المسمنة عادي على شكل مربع على هذا الشكل. وغدا نخليها ترتاح ونستمر بنفس العملية حتى نكمل الكمية اللي عندي ديال العجين. هنا بقاو ليا غير زوج غادي نكملهم. هاد المسمن كيجي هائل ورائع بزاف بزاف، كنتمنى تجربوه لانه فعلا فعلا يستحق التجربة. من بعد ما غدا نكمل هاد العملية غدا ندوز لمرحلة الطياب. غدا نبدا بأول مربع ديال المسمنة ولا أول مسمنة خدمتها، غدا نقرصها واحد شوية وغدا نطيبها في المقلاة اللي سبق ليا وسخنتها. نطيبها من الجهتين
السمنه ديالتنا ها هي واجده. غدا نستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي. المسمن ديالنا ها هو واجد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبتكم كالعاده لايك تبخلوش عليا به، كذلك تعليق جميل لاستمراريه القناه. ما تنسوش كذلك تبارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم لا غوسيت بطبيعه الحال مع الاهل والاحباب والعائله. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه غكيه ديليس مطبخ رقيه، عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس، مشكورين لا مأمورين، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. أغكية ديليس.